أسويكم أكلة ثانية وهي العصيدة الناشفة بالعسل. عساس نسوي العصيدة محتاجين طحين البر، زعفران، خال مطحون، سمن البلاد وعسل. طبعا أنا بسويها بالعسل كامل وبسويها ناشفة العصيدة. كل مرة كنت أسويها سائلة، هالمرة بسويها ناشفة إن شاء الله. بسويكم بعد شوية، نسوي ماي ورد شوية، نحط فيه زعفران، نخلي الزعفران بماي الورد. طبعا هذا ماي الورد حطينا فيه الزعفران. الحين ناخذ الطحين بنحمر الطحين، بحمر الطحين. بعد هنا اللحم قاعد يستوي لذاك الوقت، فقاعد اسوي عصيدة. نحمر الطحين لما ياخذ اللون الذهبي او البني الفاتح. عقب نشله من على النار، المهم نخليه ياخذ اللون الذهبي. طبعا هذه راح تكون ناشفة نفس الخبيص، تعرف الخبيص الناشفة اللي يسووها بالعراس، هذه بتكون كذا لكن بتكون ناعمة. لكن اللي بسويها اللي تختلف اني بسويها بالعسل. عادة الاوليين يسووه بالسكر او بعصارة التمر، انا بسويها بالعسل مال البلاد. بعد ما تحمر شوف كيف صار لونه، لون الذهبي، بنحطه سمن البلاد. بعد ما يحر السمن نقصر الغاز، نقعد نضيف الطحين تدريجيا بالسمن. اوكي انا ما بقدر اصور لاني بيس اشتغل، براويكم عقب ما احطه. نفس الطاسة اللي سوينا فيها الزعفران نسوي فيها شوية ماي ونحط فيها العسل، لأن هذا عسل البلاد. الحين نضيف ماي الورد والزعفران، نسوي كمية العسل اللي تناسب كمية الطحين. طبعا هذا بديل السكر، احنا ما نبي نستخدم السكر. نضيف، يعني مثل ما تعرف انه العسل ما يعرض لحرارة مباشرة، عسل البلاد. عاد الحين نخلط العسل بالماء، مع ان تعرف ان العسل البلاد ما يذوب، لكن احنا نحاول بس ان نخفف عليه. الحين نضيفه تدريجيا ونقلب. شوف ان العسل اللي ينزل مش ماي. عاد نقعد نقلب بدون توقف. عاد نسوي خال مطحون ونيس نقلب. عاد هذا الملعقة ما ساعدتني نهائيا. الحين اللعبة كلها بالتقليب، لازم نقعد نقلب الخبيصة
هالطريقة شوفها ونفتفتها ونخليها لين ما تنشف، ونشف الماء اللي ضفناه، يعني ما بيتم غير العسل والمكونات. شايفين كيف ناشفة؟ ترى لا تنسوا ان الطحين اوريدي ترى مطبوخ محمر. هذا العصيدة يسووها الاوليات امهاتنا اول، حد يسويها بالحليب، حد يسويها بماء الورد، حد يسويها باللبن، كل واحد يسويها بالطريقة باللي عنده، حد يسويها بالسكر، حد يسويها بالتمر، بالدبس، بالعسل، بالسكر، يعني الشيء اللي موجود عندكم. هذه عصيدتنا جاهزة بشكلها، نفس الخبيصة الناشفة اللي يسووها بالعروس، لكن هذه بطحين البر. أدعى كيفكم، تضيفوا عليها مكسرات، بيدام، كاجو، أهم شيء أن تخلوها ناشفة، ما تخلو فيها ماء نهائيا. رأيكم بطاساتي حلوة؟ لا هذه وهذه حق الخبيص حركات. حد يحب يضيف فيها قرفة مطحونة، لكن أنا ما به، أكتفي بالهال والزعفران وماء الورد والسمن، لأن السمن بروحه ما شاء الله ريحته خنينة. هذه عصيدتنا شكلها النهائي، بالعافية علينا وعليكم. هذه عصيدة البر والعسل، طبعا العصيدة الناشفة، ومثل ما يسموها العصيدة الرملية أو المفتتة. مثل ما قلت لكم بإمكانكم تسووا مكسرات، اللي حابين قرفة مطحونة على كيفكم، لكن أنا مثل ما خبرتكم بكتفي بهذا الشيء، الهال مطحون، الزعفران، شايفين الزعفران والهال، لأني أنا ما أريد أضيع طعم العسل، عسل البلاد مثل ما عارفين، عسل البلاد الغرشة ب900 ب800 مال البلاد. هذه عصيدتنا الناشفة، عصيدة العسل بالبر الناشفة أو الرملية أو مفتتة، اسماء وايد سموها اللي يعجبكم، كل واحد يسميها بالشكل اللي يشوفه، حد يقول مفتت، حد يقول رملية. عاد نخليها شي مكشوفة وما نغطيها لين ما تبرد، عقب نغطيها بعد ما تبرد عسبة ما تستوفيها قطرات الرطوبة، فنخليها لين ما تبرد الحين.